مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. بكرة بنبدأ مشوار جديد، بنستكمل مشوار أفريقيا، بداية تانية خالص بعد ما قفلنا صفحة كاس العالم للأندية اللي هناخد منها الفترة دي بس الدفعة المعنوية اللي تدهلنا قبل المباريات المهمة دي جدا، والحقيقة الخبرات اللي أكيد اللعيبة خدوها من مباراة بايرن ميونخ، مباراة الدحيل، مباراة بالميراس. اللي بيحصل دلوقتي في النادي الأهلي حالة تركيز شديدة جدا. موسيماني بيتكلم مع اللعيبة إن بكرة في مباراة مهمة مع المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وإنه الفوز فيها ضروري جدا لاستكمال مشوار أفريقيا والعشرة يا أهلي، وإن كمان ما ينفعش يكون في أي تفريط لأي نقطة من النادي الأهلي وخصوصا على أرضه. حالة التركيز الشديدة دي منها كمان إنه مدير الكرة طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مأكد على اللعيبة إن مفيش أي ظهور إعلامي، أي وسائل الإعلام، مفيش أي مداخلات. خلاص ده كان وقت الاحتفال بكأس العالم للأندية، لكن دلوقتي لو ده حصل فيه غرامة مالية على أي لاعب، وده علشان كان بيأكد للعيبة إنه الفترة دي لازم يكون في مجهود مضاعف من كل فرد في النادي الأهلي، من كل لاعب في النادي الأهلي وانت بتنافس على مستوى المحلي والمستوى القاري. مباراة بكرة مهمة، مباراة بكرة مهما كانت الناس شايفاها سهلة نسبيا، لا صعبة. أي مباراة النادي الأهلي بيلعبها دلوقتي لازم يكون ليها أميتها ولازم احترام الخصم. وبالمناسبة يمكن كنت بتكلم معك يا أحمد، ومساء الخير عليك. كنت بتكلم معاك على تصريحات المدير الفني لنادي المريخ السوداني، بقول لك انه شايف انه النادي الاهلي دلوقتي بقى كتاب مفتوح خلاص، خصوصا بعد بطوله كاس العالم للانديه، وبيقول اللي فاكر ان انا جاي استاد القاهره علشان اخسر باقل سكور ممكن ده غلطان جدا، وانا مش جاي علشان اعتمد على الدفاع بس، انا ناوي اعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، وان اكيد الفوز هو الهدف، وده طبعا حق مشروع.